واش الدراري نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد ماتش ديال المغرب كونتر شكون غانا ياك غانا و زوي كابيتان الدراري راه لا ربحنا تاهلنا النص داينا لا ربحنا تاهلنا الدراري مابقاش كديروا لنا لي جيم هاد الايامات ما عرفتش علاش وليتو معكازين نعسو بزاف المهم ما تنساوش دير واحد جيم اشتراك في القناه وخليكم مع الفيديو ان شاء الله. لا لا كزلزولي خويا الدخلات عنده كيخلع هو اللي كاين صراحه انت باش فاش كتعرف اللعابه لعبوا واعر اللي كيلعبوا في الفرق المحترفين هما اللي كيبانوا لك وينا واو عليك بيت عليك حاجه دابا ضربوا عليه من دابا واحد الصدقه زوينه يعني مو ضربوا عليه من دابا من دابا يا شويك سميتو العزوزي الله عليك العزوزي هو لاعب صراحه الزلزولي دار كلشي جا حاضر صافي جا هاد العام ما حطش قزيبتو الارض كاع عرفنا ما عرفنا وتخيل معايا دابا بوست واحد خدام معاه وعلى لي بوست اخرين اللي عنده ماتش جديد انت شو كيضربها ما فهمتش تكون ضربت لي في رجل اخرى شوف الله تعرف شو من الرب هادي هي لعبه زاك ضرب في رجل اخرى وكتبوم به حسبوا الاخر حسبوا الاخر داخل الشيء ميليو زوين هذا عجبني يا اسطى الله يعافيك الله يسعدك شكون الباروون صاحبي تا والو مش اسلم ويلي ويلي ما يمكنش بالي ما فيهاش خبار لا بالي ما فيهاش ما عرفتش بالي واحد كان هرس له رجله واحد عز الله كيرا لعبه زوينه صح كورة مشات كيبالي اورش كيفاش كورة لاصقة ليه في رجله راه ما يمكنش صح كونترول وزاد فيها هنا هنا شتيها قلتها والله تعالى عرفت والله اخر خير شاف قبل ما يحشاف المغاربه ولا حشاف وحنا بيشنات ولا في الاحلام فين كيلعب هاد الحياة وين هو هناك والله هذاك الصعب فايز فيها صد صد كرة زوينة والله شفت ضربها هذه هي لعبتها والله ما كيعرف يدير شي واحد البطولة بالرب بجديدة كوره ضرب الكمارة بق لا حتى شي لاعب بطولة ما يعرف يدير هذه بالرب والله شحال طالي راس راس بطولة ما يدش بيجيت اخويا واحد بيجيت انا نقول لك قبل ما تسمع انت انا نقول لك شنو كاين تصنت ليا تيق فيا الله يرحم لك الوالدين تيق فيا صافي قلت لك تيق فيا صافي بيان جوي الله يعطيك الصحه القرع انا غياكل وما كنطلب اليوم ما فيش باش تقول غيخرجوا بشي ربعه في الميطه الاولى وكاع داك الشونجمون اللي لعبوا مزيان في في الماتش اللي فات دخلهم يوم لعبوا كاملين لا 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 تاهو هاد واحد سوان خويا تعال واحد تفرك عليه اش كيحط عليه خونا لعب ضرب رونالدينو ما شافش فيه قاعد يبدا لي تصب الله يعزك يا القجع الله يعزك ودريق هادشي اوكي وراه تعرفت شو بدات رائعه وخاسره تمشي تعرفت تعرفت تما المغرب كان عيان اللي كان وزوينه ويلي هو عار بالرب الجالي هاك السيد هذا القراقي انا ما عيطش ليه هذا المره الجايه شو اسمه بلاصتو كاين والله مشات لي بلاصتو لا بلاصتو كاين اسمه محمد املاح انسى باي باي أبو بدري هادشي الله يعطيك الصحة واو ما يمكنش اصاحبي خويا ترى هربان اصاحبي عرفتي 11 مشى خويا الدراري 11 واقيلا مشي يا ودي لا غانا فهموني ماشي مشكل انتوما لاعبين في المغرب باغيين تربحوا شنو هاد غون
بيقوس من النص وباص لي ماك اخويا ومعد مقلص راسك صاحبي زو علامه صعب اركو ميسا الصاد اللي تنفيذ التنس هذاك الشيء كيقرص فيه وما العرق ايوا هذا اللي من التسديد نزلت صعبه تساطي يا حشام اخويا ما يمكنش الكوري ايه تساطي يا حشام سرقت لي يا اخويا جاج بالدم عطلوك شو معلم يلا فاق متشوشو غير ما كنتش جعوه خلاص اكيد احبت حاجه وراء شادين كيف من تأجيل الهدف وقع تأخر في إخراج الكرة ترك هنا يعني تقريبا مترين تلاتة مشينا شنو؟ اللاعب المسدد هذه الإعادة مجددا جاش عدو مسقي يا شوف راس كانت بلانش جاش مسقي يا برا في الأولى بلانش يا جات المتابعة تسديدة هنا أعطت الهدف الأول صار كده الكره وتوجت بلقبها لقب الاول الله شريف خويا الدري راه بزاف الله يعطيه الصحه شتي لك انا هذا الله يعطيه الصحه تشوف يا جواز الزولي تلقاكم ما خسر اليوم عمراوي خويرا مشروع لاعب المنتخب الوطني الاول ان شاء الله رقراقي من هذا المنبر اسميش والديك نسيت على اسميشك رقراقي لا الكميليو لا املاح الله تشد الكار اخويا وتمشي في حالاتك حاين اللي احسن منك بزاف ديال الدراري هنا واعرين حتى يلعبوا في المنتخب الدراري مزيانين شوفوا ناضي بالرب الزول الله لك السيبار الله الله لك السيبار الله الله لك الصحة صنع عمرهم شي نتيجة تاريخية كويرات خونا ولا بدي يدخل صاحبي بارك الدراري خصهم يخرجوا دابا الدراري مزيانين يجلسوا دابا ودخل الدراري الله لك الصحة راه شفت الزوري خلوهم يلعبوا ساعات ترى شحال هما مريحين خليهم يلعبوا المهم شوف راحة راه كانوا مرتاحين الماتش الماتش دمانشيت لدينا هنا طبعا كريستيان شو وقف ناير يا اخويا ولا كريستيانو واحد من جوج شنو وقف العشرة ما غيتيراش هو كريستيانو ديال جوميا تقدم هو ولكن يقول عندنا ناضي الصاد الله يعطيك الصحة زيد نقطة زيد نقطة قول زيد نقطة الله يجزاه الله الله خويا واعر كيف راه فيه وصا من بعيد من بعيد خويا كوفر ديال الحريفية صح لا واعر وتا جبدة ديال الحريفية جوج اصاحبي صور على جوج الله لك الزلزولي ولي 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 مشى راه مشى الله عليك كاين شي واحد اللي غيتعداو عليه مصر فوالا نرى غيعطيهم شي 10 ديال الفلوس باش ياخذوا بكيه اليوم ياخذوا بكيه ويمشوها الله ياخذوا الله 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 بارك عليهم اخويا الله يجعل البركه اخو الدراري الله يجعل الله يسامح الله يسامح الله يسامح هذا ولا العصا دابا مابقاش لا العصا بالرب شي صابر كيسوا اليوم ما شويه بركه بركه 5 شونجي دابا خليها اللي باقي ما دخلوش زول اخويا راه ما يمكنش بزاف الكره كونتر اتاك صاحبي شو كونتر اتاك كيفاش صعد شو فيتاس باش زول تفرج با 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 الاخر سلت لي شرع صات تا هو معطلاش كان حيد لي اخوان شكون زاد شويه حيد لي لا يا خرج لي فيتاس هاد كي لعبه انت شريف شو الاخر يقول سكران صاحبي يقول دار بوفا صاحبي والله الا دار بوفا بالرب شاكيل صاحبي عرفتي شكون هذا الراجا الراجا عرفتي ناض روا زوين عرفت علاش بكي معك عايطش عليه ما كيلعبوش اصاحبي ها كيكون شونجمون
في وقت الخروج ديالي سريدة واخا ديالي سريدة إذا إبراهيم بارك بيها شوف الله عليك الزلزولي وجدتي راسك تحيد البوفا لبلاصتو ياك عبد الله مشات لبلاصتو وفن القصص مشى للسعودية ولا عطا ومشى لقطر ولا عطا الكبسة الروز الدجاج الحمد الجمال صافي كاملين واعرين صراحة سي محمد قصدياش باسكو شكون؟ سجل مع اللاعب سرح زوين ادخل انت اخونا والله تناضي خاصه واش بغيت في نيس هو هو تشوشو ولا الله عليك الرجاوي هو ماركا الله عليك الرجاوي الله عليك الرجاوي قال لي الاخر كان يحينا ما عرفتش اش معايا شراد اخويا كيشرفوا البلاد شحال بيش كيدير اخويا شالي من الوسط بالضحك فوالا بيان جو بيان جو ما عرفتش كاين شي دابا غدا العيد غدا العيد هدف سادس اللي بينت صراحه ضربي المغربي الاخر تسعو دار مش طوم داز دار في البوج واصا وما فكرش ضرب داز صح كل الامكانيات والمحاولة تمد الفرصه شنو نقول هو الدفاع وطات الكره للاعب تفرج الوزري مره اولى ومره ثانيه ضرب زوين هدف سادس لفائدة المنتخب ترى بين غيكو بين اورجو هذه المحاولة تابعو كذلك عمل خط ديال الاخر يبين لك ابراهيم ولكن صغر الخط طمنة الخط يبين لك تلا قدر لا بالي صار عندك اللي من ليش ناعس شي ولكن كيبان خير شوية ما عرفتش هل كان في نفس تونس النتيجة كتبقى 5 الرجاء الهدف واحد تشوف لي للبيت زكريا لبيب ولكن كانت قضيه بالدي كان شويه ما يخالف مدرقه مدرقه بالي غيشري شي لعاب فالو ديال المشاهد ولا العزاوه جبنا شي لعاب انا زوين مزيان حتى لا زوين نوري وخنوم مازال خنوس مزيان يلا مدرقه بين لي يا ولا هذا اكيد بو انجليزي يلا دراري تهلا فروسكم مبروك المنتخب المغربي الفوز بخماسيه مقابل هدف واحد نتلاقاو ان شاء الله في الدومي فينال والفينال وان شاء الله غندوا الكاس والكاس ديالنا وما يخرجش من المغرب ودي عبد الله وغنتاهلوا الاولمبياد فين الملعوبه باريس 2026 شكرا عبد الله تهلا ليا في راسك الدراري الا عجبكم الفيديو ابوني سمعوا من بودريقه هاك بودريقه كاين اللي كيديروا ابوني بالرجوله تهلا ليا في راسكم احبكم في الله والى اللقاء.